ايه استاذ، ناديت لي شي؟ ليكي بانا بسرعه لازم تروحي جهزي غرفه شيفاني، وخبري للطباخ كمان انه يساوي كل شي، يعني كل الاكلات اللي بتحبها شيفاني، مفهوم؟ وبالذات هذا اللي اسمه كيك البردقان، هذا كتير بتحبه. وقولي للشوفير يحضر سياره شيفاني المفضله، لانه انا بذاتي رح روح جيبها فيها هلا. ليك لازم تهدي حالك شوي بالوانت، لا تنسى انك مريض قلب، مفهوم؟ شو هذا الحكي يا دكتور؟ انا كتير مبسوط، ما عم بقدر صدق انه هالشي رح يصير وشيفاني رح ترجع. شو عم تستني؟ لو سمحت اعملي اللي قلت لك عليه، يلا روحي نطفي الغرفه وجهزيها. استاذ عن جد؟ ايه جد بانا. ليكي بعرف اني غلطان كتير، ومشان هيك انا جاهز هلا اني صلح اخطائي كلها. حكيت مع أبوه وقلت له أنه جاي لعنكم على البيت مشان رجع بنتي لهون، يعني هو عنده علم بهذا الشيء. يلا ما ضل وقت كتير، لازم تلحقي. بس لسه في شغلة، من شوي اتصلت شيفاني وكانت متضايقة كتير. ايه هي ما كانت منيحة أبدا، لأنه ما بعرف مين قايل لأنه أنت بعتت ناس منشان يقتلوا راجو ويخلصوا عليه. انا انت شو عم تحكي بانا؟ اكيد هذا ابو لراجو، ما بيبطل عادته السيئه ابدا، ما في غيره. هو بده يخلي بنتي تكرهني وتكون ضدي، أكيد هي غايته لهالزلمة. بس هالمرة بدي خليه يندم، ورح ورجي قيمته كمان. لا تقلقي ولا تهكلي هم، أنا رح حل كل شي بانا. أنا واثق إنه شيفاني رح تتفهم الوضع، هي أصلاً وقت تشوف جدة قدامها رح تنبسط كتير ورح تركض لعندي كمان. هلأ بتشوفي.